غرفة الفراغ بشكل متكرر والساونا والاستحمام بأحمض في مياه سخنة بصفة مستمرة وبيقعد له مدة في المياه السخنة، ده كله بيأثر على إنتاج الحيوانات المنوية. طبعا قلنا بالنسبة للناحية الهرمونية وهرمون البلوراكتين برولاكتين، بالنسبة للغدة الدرقية التهابات الغدة الدرقية أو أمراض الغدة الدرقية، كل دي بتساعد على موضوع العقم. ممارسة الرياضة الخشنة، موضوع الشهية والأورام وأمراض الرحم وشكل الرحم وحاجات لها علاقة وجدار الرحم، فدي كلها أي أمراض في الحاجات دي، انسداد قناة فالوب كلها بتأثر على مقطع الدورة. العلاجات الكيماوية السرطانية الخاصة بأمراض السرطان سواء كيماوي أو إشعاعي. بعدين عندنا العوامل المساعدة، عندنا العمر، تقدم العمر، التدخين برضو، عندنا ده بيقلل عدد الحيوانات المنوية، المواد المخدرة والكحوليات برضو نفس النظام، زيادة الوزن والسمنة برضو، عندنا برضو